في جوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الحياة التي نطالع منها المسافرون ينقلون الأمراض أكثر من البعوض. قال باحثون إن المسافرين جوا ينقلون أمراضا مثل الحمى الصفراء والملاريا أكثر بكثير من البعوض، وتوصلت الدراسة إلى أن المسافرين جوا ينقلون فيروس حمى الظنك 200 مرة أكثر من البعوض، كما ينقلون مرض الملاريا 1000 مرة أكثر منها. وإلى صحيفة الشرق الأوسط مشاهدين التي اخترنا منها لكم محطة إذاعية ألمانية مخصصة للكلاب. افتتح في ألمانيا محطة إذاعية مخصصة للكلاب تبث فيها أغاني خاصة وكلاسيكيات المدرسة القديمة. ويقول مقدم الإذاعة إن الموسيقى التي تبث تساعد على تهدئة الكلاب، مضيفا أن منعه من إحضار كلبه إلى العمل ألهمه بفتح محطة إذاعية للكلاب. وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها بعد 56 عاما على الزواج أمريكيان يخضعان لجلسة تصوير الزفاف. خضع زوجان أمريكيان لجلسة تصوير خاصة رغبة منهما في تعويض عدم تصوير حفل زفافهما الذي أقيم في عام 1961، ولم يتمكن الزوجان من الحصول على صور لتوثيق ذكرى زواجهما آنذاك. ورغم وجود فارق في العمر بينهما يصل إلى 10 سنوات، إلا أن ذلك لم يؤثر على العلاقة بينهما. مشاهدين إلى صحيفة الغد الأردنية التي جاء فيها انحسار ثلوج الألب يكشف عن جثتي زوجين اختفيا منذ 75 عام. عثر على جثتين تحت الجليد في جبال الألب تعودان إلى رجل وزوجته فقدا أثناء خروجهما لحلب الأبقار في أحد المروج في إقليم فاليس قبل 75 عام. وقالت الإبنة الصغرى إن والدتها لم تكن تخرج مع أبيها لحلب الأبقار إلا في تلك الحادثة التي اختفيا فيها، إذ لم يكن بإمكانهما صعود منطقة مرتفعة وصعبة. وختاما مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية ديسباسيتو أكثر أغنية بثت عبر الإنترنت على مدى التاريخ. أعلنت شركة يونيفرسال ميوزيك أن الأغنية الصيفية الراقصة ديسباسيتو حققت رقما قياسيا بعد أن أصبحت أكثر أغنية بثت عبر التاريخ في الإنترنت، وتصدرت الأغنية قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة حول العالم.